أمامكم هذه حبة دقاق قيمتها 4500، طبعا في دقاق قيمته 5000، في دقاق قيمته 6000 ريال، في دقاق وصل إلى 7000 ريال. طبعا نحن الأسر العدنية بالكاد إذا قدرنا نقدر نأكل حبة دقاق يوم الخميس، وفي مواطنين في عدن تأكل حبة فسول تشتري خسعة تونة، وفي مواطنين تشتري مكرونة بكل أسف، يعني هذه وجبتهم الغذائية، وفي مواطن يشتري لأولاده في الغداء ملوخية، وفي مواطنين في عدن اليوم ونحن في عام 2023 يأكل من وجبة واحدة من أبناء عدن، يأكل وجبة واحدة. يعني وصلنا لمرحلة إحنا أبناء عدن بقناعة تامة نقول ظلم علي عبد الله صالح جميل بمقتربة يداه في الجنوب. الرسالة الثانية هو بعد يومين بالكثير، بالكاد يعني بالكثير، سيبدأ العام الدراسي الجديد. غياب الفرحة لأولياء الأمور لعودة أولادهم إلى أبواب المدارس، لعدم مقدرتهم على شراء مستلزمات المدرسة. اثنين، ظهور المعلم في العام الدراسي هذا الجديد وهو في حالة يرتع لها نتيجة لاستلامه الإعلاوات السنوية الفتات من قبل مكتب التربية والتعليم ووزارة المالية ومحافظ محافظة عدن، لأنها علاوات غير رسمية. وأيضا هناك 761 معلم ومعلمة لم يستلموا علاواتهم السنوية من 7 أشهر. طلاب المدارس، تلاميذنا الأعزاء في عدن ستكون إلى المدرسة بكل أسف في كهرباء طافي 4 ساعات، 5 ساعات، 9 ساعات، 9 ساعات، 8 ساعات، ماء مش موجود، مقومات الحياة مش موجودة. فأي سيرة، فأي تقدم يسير العملية التعليمية، سير العملية التعليمية ستكون المحصلة بكل أسف صفر. اليوم عرضنا لكم بعض من المأكولات التي بالكاد يقدر يشتريها واحد من أبناء عدن في وجبته الأساسية، وأؤكد لكم أنه أبناء عدن والأسر في عدن تأكل من وجبة واحدة فقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.